اهلا بكل مشاهدي قناه النهار في اولى حلقاتنا من برنامج نمبر 1، وحوار مهم جدا مع واحد من نجوم النادي الاهلي والمنتقل حديثا الى الدوري السعودي واعاره الى نادي الاتفاق السعودي، الكابتن وليد ازارو. برحب بيك يا كابتن وليد في البدايه. حبيبي ربنا يخليك. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ والله زي الفل كله تمام. يعني في البدايه طبعا ببارك لك على انتقالك للدوري السعودي وان شاء الله اكيد تكون اضافه، لكن عايز اعرف منك بقى الكواليس انتقالك واعاره لنهايه الموسم. الحمد لله. وبالنسبة للكواليس جت من بعد فترة اللي خدتها مع نادي الأهلي، فمن بعد الموسم ده وكانوا شوية حاجات اللي خلتنا إنه نفكر في عروض، لأن أنا نروح إعارة اللي هي 6 شهور. هل فعلا حضرتك قبل ما تسافر أو تمضي عقد الإعارة، هل النادي الأهلي مدد عقده مع الكابتن وليد أزارو قبل ما الكابتن وليد يعلن تعاقده مع نادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور؟ لا، بالنسبة للإعارة من الحاجات اللي كانت فيها إنه العقد هيفضل ساري زي ما هو، والإعارة 6 شهور بس كده يعني. هل كابتن وليد ازارو بيفكر ان هو بعد ال6 شهور اللي جايين دول ربنا يكرمه ان شاء الله وتكون خطوه انطلاقه مره اخرى في التهديف وفي التالق، بيفكر ان هو ممكن يرجع تاني النادي الاهلي، ولا ممكن تبقى خطوه ان هو يستمر في السعوديه، او ممكن حتى يخرج خارج الدوري المصري والدوري السعودي في تجربه جديده، تجربه احترافيه؟ بالنسبه لنا احنا كلاعيبه، انا عندي عقد احتراف اللي هو بحترمه، وبنشوف مرحلة بعد مرحلة، ومش هنعدي لحد ما نشوف مستقبل هيكون ايه. فاحنا في المرحلة دي بنركز فيها يعني، ما بنبصش للمستقبل يعني. هل الكابتن وليد ازارو في اسباب خلته يفكر في الرحيل؟ هل اسباب ان هو مش موجود في التشكيل الاساسي؟ هل عدم اعتماد المدرب او المدير الفني عليه في الفتره الاخيره هو ده اللي خلى الكابتن وليد ازارو يفكر في ان هو يخرج عشان يخوض تجربه جديده؟ بالنسبه للاسباب صراحه يعني، من الاول كان عده نقاط استفهام حاولنا نفهم في 6 شهور الاوائل لحد ما تاكدنا من كذا حاجه، فهي اللي خلتني انني اخذ القرار لانني اروح اعاره 6 شهور. بس كابتن وليد ازارو يعني هداف النادي الاهلي، وكان لاعب بيلعب اساسي مع كل المدربين اللي كانوا موجودين، انت موجود في الاهلي بقالك فتره طويله، لعبت تحت مدربين اجانب ومصريين، وبالتالي ما كانش حد بيختلف عليك. اشمعنى الفتره دي مستر ريني فايلر كان شايف ان كابتن وليد ازارو ما يبقاش موجود، او يفضل ان هو يعتمد على حد تاني غيره في مركز الراس حربة؟ والله العظيم يعني بالنسبة لي أنا، دي قاعدة موجودة في الكرة كلها، كل مدرب عنده رأي بتاعه، بس يعني اللاعب ممكن يقتنع بالرأي بتاعه لو كان في تفسير يعني، فاهم؟ فده اللي كنت أنا بدور عليه لحوالي 6 شهور، من عدة ماتشات ما كنتش بلعب، ما عملش ولا حاجة، فاهم؟ بستنى رد يعني، الفرصة لما تجيلي أجيب جوان وبتاع، بعدها ما العبش برضو. فدي من الحاجات اللي هي مش كويسة بالنسبة لأي مدرب وأي لعيب برضو يعني. لو انت ما بتلعبنيش ماشي، تعالى كلمني قول لي ايه اللي لازم يتعمل، ايه اللي في فكرك انت، اي حاجه. وكأنه اللاعب بيعمل جهده وما بيتلقاش ولا اشاده ولا بياخد فرصته من بعد كل ما بيعمل يعني. هو ما كانش فيه كلام بيدور بينك وبين مستر فايلر في الفتره الاخيره على اي نوع من انواع النقاش او الحوار، سواء ما بتلعبش ليه، او حتى ايه اللي ناقص وليد ازارو علشان يكون موجود في التشكيله الرئيسيه؟ هو ما كانش بيتكلم معاك خالص؟ هو نهائيا يعني كل كلامه بيبقى في الفرقه اللي هي بتلعب، وما كانش بيتكلم يعني فرديا بالنسبه لكذا واحد يعني. حتى زي ما بقول لك، لعيب برضو لو ما بيلعبش لازم تيجي تتكلم معاه يعني، انا طالب منك تعمل كذا كذا كذا، المفروض نعمل كذا كذا كذا، عشان حتى اللاعب يعمل الحاجات اللي هي ناقصاه يعملها، ويتماشى مع الفكر بتاعك. بس انت لو سيبت اللعيبه
كده ما تلعبهاش وما بتديهاش ولا تفسير ولا حاجة، فدي حاجة مش كويسة يعني. انا عارف انك عندك روح عاليه جدا وانك بتحب تكون موجود جوه الملعب، تشارك مع زمايلك، تشارك مع فريقك، انت راجل هداف وراجل نجم، لكن هل وصل الامر ان فعلا الكابتن وليد ازارو في اخر يعني وصل لمرحله ان هو ما فيش تفسير لاي من المواقف اللي بتحصل من جانب المدير الفني، فكابتن وليد خرج عن شعوره وحصلت مشاده ما بينك وما بين المدير الفني مستر فايلر في الفتره الاخيره، وهي دي اللي وصلت الامور لطريق مسدود؟ هو بالنسبة لي زي ما قلت لك، كأي واحد في نطاقه، هو كمدرب وأنا كلاعب في النطاق اللي هو إنه في الجزئية بتاعه الفنية كنت بحترم على طول وعمري ما اتكلمت. بس في حاجات يعني اللي هي الواحد ما بيقبلهاش، بتبقى مسألة احترام ومسألة شخصية، فده اللي ما بيقبلوش. ما دام انه الوضع ما بين نطاق الكرة فده كله بيمشي، وانا الحمد لله عمر ما حد سمع مني صح. كلمة وحشة وعمري ما عملت ولا مشكلة. بس اللي اتعمل فيا انا، ما ده مش بره النادي خالص. انا ما عنديش مشكلة مع النادي خالص، عمري ما كان بينا تصرف مش تمام تمام. بالفترة كلها اللي عديتها. بس كانت حاجات اللي انا كشخصيا مش هقبلها، وده مش بالنسبة لي عدم احترام، وده اللي مش عمري هقبل بيه يعني. اتفاجأت ان النادي الاهلي بيتفاوض مع راس حربة علشان يكون موجود في الفترة اللي جاية وكمان يكون راس حربة اجنبي. وبالنسبة له لمدام المدرب طالب كده، فأكيد النادي الأهلي هيلبي الرغبات بتاعته، دي حاجة عادية يعني بالنسبة لنا. كل مدرب زي ما قلت لك عنده رؤية وعنده ناسه يعني. بس يا كابتن يعني اكيد فكرت وقلت اكيد مش وليد ازارو اللي ممكن يحصلوا عملية ريبليسمنت بلاعب افريقي مكان لاعب افريقي، ممكن كنت تقول جيرالدو مش بيلعب اساسي الفترة الاخيرة فممكن يحصل عملية التبديل او اعارة زي ما احنا سامعين لجيرالدو، لكن واحد بيلعب اساسي، واحد من اللعيبة الهدافين، وواحد يعني وصل مع النادي الاهلي الاثنين دوري ابطال افريقيا والنهائي، كان الموضوع بالنسبة لك اكيد طبعا كلامك مع الايجنتس بتوعك اكيد كان في بعض علامات الاستفهام. واكيد يعني ما كانش حد متوقع. بس يعني زي ما قلت لك، عشان كده كل مرحلة بتاخدها بعناية يعني، تعرف تتصرف في كل مرحلة. دي هي الكورة يعني، العمل بتاعنا عامل كده يعني، في حاجات متفاجئة يعني. طيب انطباعك بقى عن وجودك في الفترة الأخيرة في النادي الأهلي؟